في فرنسا عندهم فرقة يعني مش طبيعي، يعني الفرودين والمدافع والنص يعني كلهم جامدين. وبنزيما راجع مع فرنسا، ده نقطة حلوة جدا، أنا مبسوط عشان بنزيما راجع. وشايف صراحة فرنسا يروح بعيد، يعني ممكن يكسبوا كمان. أنا شايف باريس فرقة كويسة جدا، وشايف يعني لو قصدي أنا بحب لو صلاح يروح مثلا مدريد أحسن من باريس. انا شايف يعني ليفربول يعني ستيب يعني كويسه جدا، بس لازم يحاول يشوف الاكبر حاجه يعني، وهو يعني من احسن لعيبه في اوروبا دلوقتي، واحسن فرقه في اوروبا طبعا مدريد يعني. طبعا نشكرك يا ضياء على التقرير الجامد دوت. عبد الله ياسين ده طبعا مصري فرنسي جزائري، ولعب لمنتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين 2012 مع كهربا، والجيل خد كاس الامم الافريقيه، وكان اعاره لسه في بولونيا، وكان بيلعب في باريس سان جيرمان الفريق الاول، وراح الفريق الثاني. ده كان عبد